بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله. بكبر اسمه ibu ayah abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat petang saya ucapkan buat semua yang hadir pada petang ni untuk 5 muka yang terakhir dari juzuk yang kelima, insya-Allah. Alright. Baik, jom. Pakat-pakat share insya-Allah. Okay, share dulu kita punya kelas, kita punya bacaan Al-Quran pada petang ni, kita punya tadarus pada petang ni. Mudah-mudahan kita dapat ajak orang lebih ramai lagi di luar sana untuk bersama-sama dengan kita baca Al-Quran sebelum buka puasa, insya-Allah. Alright, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat semua yang hadir pada petang ni, ahlan wa sahlan. Selamat datang saya ucapkan buat anda semua. Alhamdulillah. Alright, baik. Assalamualaikum Ustaz bersama sahabat mymengaji.com. Selamat petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua yang hadir pada petang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saya ucapkan buat semua yang bantu share kita punya live pada petang ni. Mudah-mudahan anda dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Kepada yang belum share, jom kita share sekarang, insya-Allah. Okey, baik. Jadi jom kita buka kelas kita pada petang ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا معروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. InsyaAllah jom kita nak pergi untuk muka yang seterusnya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Jom ucap apa ibu ayah? Ucap Alhamdulillah. Kita nak pergi kepada muka surat 99 insyaAllah. Teruskan bacaan kita. Ready 1, 2, mula. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا
الدنيا والآخرة. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. إن شاء الله جم كسرة yang ke-100. Ucap ibu ayah, ucap Alhamdulillah. Ready, 1, 2, mula. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Baik, jom kita nak pergi ke muka yang seterusnya, 101 insyaAllah. Ready, 1, 2, mula.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم بالحمد لله Subhanallahul Azim, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang limpah dan kurnia yang dapat sama-sama kita bersama-sama pada petang ni berhimpun berkumpul untuk kita alunkan ayat-ayat suci Al-Quran 5 muka yang terakhir dari juzuk yang kelima. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, tahniah dan syabas saya ucapkan buat semua yang hadir pada petang ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua orang kata apa, enjoy dengan kita punya bacaan kita bersama. Alhamdulillah. Jadi, baik, insyaAllah kita jumpa di sesi yang akan datang untuk malam ni. Untuk sesi Al-Mulk, insyaAllah. Okay. Dan juga sedikit, orang kata apa,
doa. Mudah-mudahan semua yang bersama dengan saya sekarang ni kirimkan doa yang terbaik buat arwah ayah kepada ustaz kita, Ustaz Haziq kita, insyaAllah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan juga bersama dengan para salihin, insyaAllah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya untuk petang ni. InsyaAllah kita jumpa di sesi yang datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa tilawah Al-Quran 1-2. Mula. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا وعلمنا منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. إن شاء الله saya ucapkan selamat berbuka puasa buat semua ibu ayah keluarga main mengaji, insya Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.